الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم مشاركة من يتعامل بالربا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، فلقد كره أهل العلم رحمهم الله تعالى للمسلم أن يشارك الكافر في شيء من التجارات، ولا سيما إذا كان هذا الكافر ممن لا يتوقع من الفسوق أو الحرام أو التعامل بالربا. كره بعض أهل العلم مشاركة من لا يتوقع الحرام كالكفرة وأهل الفسوق وممن يأكلون الربا، فإذا أراد المسلم أن يشارك في تجارته أحدا فليتق الله في حسن اختيار هذا الشريك، فلا يكون من أهل الكفر ولا يكون من أهل الفسوق ولا يكون ممن يتساهلون في أكل الحرام كالربا أو يغشون في التجارات. فشراكة الكافر مكروهة عند العلماء، ومشاركة من لا يحترز من الربا ونحوه من الأمور من المكاسب المحرمة أيضا مكروهة عند العلماء، بل إن العلماء كرهوا مشاركة المجوس والوثني ومن في معناه ممن يعبد غير الله تبارك وتعالى، بل كرهوا مشاركة بعض المسلمين الفسقة الذين لا يتحرزون من أكل الربا. فالذي أهيب به صاحبنا السائل أن يوصي ذلك المسلم بأن يفض هذه الشراكة مع هذا الكافر النصراني، لأنه كافر أولاً، ومشاركته قد توجب زيادة ماله الذي يتسلط به على المسلمين، ولأنه قد ظهرت منه بوادر عدم الاحتراز من أكل المال الحرام، إذ ليس بعد الكفر ذنب. فحتى تكون تجارتك أيها المسلم تجارة خالية من الربا وخالية من المكاسب المحرمة وموصوفة بأنها تجارة طيبة وكسب طيب، لا بد أن تفض شركتك مع هذا الكافر الذي يريد أن يوقعك في هذه العقود الربوية بسبب مشاركتك له. فإذا سمعت هذه الفتية فأنا أندبك إلى أن تفض شركتك مع هذا الكافر الذي لا يتوقع الأكل من الحرام، لأن ما سيأخذه من الربا لن ينفرد هو بأكله، وإنما سيضعه مع مالك، فيكون مالك مشوبا بالمال الربوي، وتكون المكاسب من هذين المالين المشتركين أموال مكاسب فيها جزء محرم فيها جزء تحريم، ليست أموالا متمخضة عن شيء حلال. فلا تجوز لك مشاركته، والواجب عليك مفارقته إذا سمعت هذه الفتية، والله أعلم.